تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبتلكم فيديو جديد. هاد المرة غادي نهضر لكم على جوج منتجات، واحدة البنات الصباغة ديال الحجبان، والثاني اللصقة ديال الشفار اللي كتلصق الشفار مزيان مجربة. قبل ما نبدا الفيديو هذا الموضوع ديال اليوم، بغيت نشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم والكومنتاريوز ديالكم، وبغيت نقول لكم بلي شكرا لكم بزاف. وصراحة يعني عرفت بلي كاين الناس بزاف كيبغيوني في القناه وباغي لي الخير، وبالنسبه للناس اللي كيشاهدوني اول مره في القناه وما عارفينش علاش كنهضر الفيديو، البنات راه كاين في اللي الاخر واحد اللي حطيت لكم هو يعني كانوا بغاو يسرقوا ليا القناه، يعني ماشي القناه، يعني يقدروا حتى يسرقوا لكم الداتوس، خصوصا الناس اللي كيخدموا وخصوصا الناس اللي كيشرو من البيسي ولا من التليفون، يحذو راسهم بزاف. واللي بغات تعرفوا هنا الامر تمشي للقناه، راه كاين الفيديو باش ترد بالها، سواء عندك قناه ولا ما عندكش، هما اللي كيهمو هما يسرقوا لك الفلوس في البنكه ولا يسرقوا لك الداتوس، حيت الداتوس واخا الداتوس ديالك اللي حطيتي الريزيدنسيه ديالك ولا الاسماء ديالك والكنيه وكل شيء، الصور كيشدوهم كيبيعوهم ما عرفت من كيبيعوهم وكياخذوا عليهم الفلوس. وبالنسبه للناس اللي عندهم القنوات راه غادي يسرقوا لهم القناه ديالهم، داكشي على انا ما يعني باش تفادوا بزاف ديال الحاجات ننصحكم تشوفوا داك الفيديو كيفاش انا تفاديت باش ما يسرقوا لي القناه ديالي. المهم اول حاجه البنات غادي نهضر لكم على الصباغه ديال الحجبان. بالنسبه للناس اللي كيبغيو دائما الحجبان ديالهم يكونوا كحلي، يعني دائما كيبانوا بحال مطراسين، يعني بحال الحجبان ديالك باش نقول لك ما تحتاجيش واحد مده شهر، ما تحتاجيش للصباغه، ما تحتاجيش للقلم والماكياج وداكشي. صراحه انا هو اللي كندير، واخا كتغسلي وجهك كتبقى الصباغه كما هي. انا خديتها من البلاصه اللي كيبيعوا المنتوجات ديال الكوافوره، يعني ما تاخذوش اي تيندا، سيروا البلاصه اللي كيبيعوا عندكم المنتوجات ديال الكوافوره. غادي يعطيكم جوج حاجات، يعني غادي يعطيكم الصباغه اللي هي هذه، غنحط لكم الصوره ديالها غادي تشوفوها، وغادي يعطيكم الماء ديالها، يعني كيتخلطوا بجوج على شكل الصباغه ديال الشعر. هذا البنات كتدوم بحال الصباغه ديال الشعر، يعني كتدوم ديك مده الشهر، كتغسلي وجهك كتنعسي كتفيقي الحجبان ديالك ما كيسميتو. وكاتبين لنا فواحد الورقه هنايا بلي كاين حتى الرموش، ولكن ردوا بالكم يعني لا يدخل لكم الماده لعينيكم ولا شي حاجه، من الاحسن ديروها غير في الشفار ديالكم الا بغيتو الشفار ديالكم، عفوا الرموش الحجبان ديالكم، الا بغيتو الحجبان ديالكم يبانو بحال كتارين وما يبانوش فيهم الخويات. الناس اللي كيعانيو من الخويات في الحجبان وخصهم دائما يعني عندهم عقده، خصهم دائما يديروا الماكياج، الا ما داروش الا حيدو غيبان داكشي عندهم بحال مصلع، ننصحهم ياخذوا هذا. وهذه البنات كتصبغ الزغب، يعني واخا عندك غير شويه ديال الزغب المهم غتصبغ لك هذيك البلاصه باش يبان لك كحله غنبقى بحال عندك الا عندك سميتو. المهم البنات غادي تشوفوا دابا فيديو قصير وغادي نوري لكم دابا سميتو. هذا فيه رقم واحد ورقم جوج، انا خديت رقم جوج. رقم جوج شويه كيكون ماشي كحل بزاف، كيكون بحال مزرق، ولكن ماشي كيبانوا الحجبان كمزرقين، كيبانوا بحال هكا اللون اللي عندي كيبانوا طبيعيين. وبالنسبه للرقم واحد اللي باغيين، انا علاش كنت خديت، حيت ديك الوقيته انا فاش خديت هذا ما كانش الشعر ديالي اسود، كان الشعر ديالي اللون ديالو فاتح. الا كنتو عقلتو الناس اللي متابعيني قدام غيعقلو بلي ما كانش عندي الشعر اللون ديالو كاسود، يعني كان عندي لون اخر، داكشي علاش خديتو. ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر الاسود يقدروا ياخذوا رقم واحد. المهم بعد كتجي واحد البوماده دايره بحال هكا اللي هي كولور، يعني لون اسود، وهذا واحد ليكيدو ولا اكسجين اللي كتكبيه، ولكن ماشي كتعصري كامل هذه الكانديدات، كتعصري غير الحاجه اللي بغيتي اللي غيكفيك لحجبانك ولا ديالك وديال اختك ولا سميتو، صافي وكتخبيهم ثاني حتى يمشي لك، كتحسي ثاني مشى لك اللون وكتصبغيهم. هادو البنات كنت كنستعملهم عرفتي راه من قبل كاع ما تبدا كورونا، يعني شنقول لكم مده عام هذه، يعني من شهر 10 ديال 2019، من شهر 10 ديال 2019 حتى شهر 10 ديال 2020، يعني مدة عام وانا كنستعملهم. صراحة ما حسيتش بلي نتفليا حجباني ولا دار ليا شي مشكل في حجباني، مدة عام كنديرو. بالنسبة لهذوك ديال بريمور شنقول لكم كيبقاو مدة سيمانة وكيتحيدو، ولكن انا كنت كنجرب وكنجرب وكنجرب، وكاين واحد ديال لوريال
اللي قالوا لك كديري حتى هو كيبقى غير شي يومين 3 ايام كتغسلي وجهك كيطير. هو غالي هذا كيدير 8 اورو، وهادو بجوج كيطلعوا لك، هاد الجوج هادو كيطلعوا لك ب 8 اورو و50، يعني ثمن مناسب عند التيان ده اللي كيبيعوا شيشوارات داكشي برودويات خاصين غير بالكوافوره ولا بالوكاريرا، موجودين في جميع البلايص وفي جميع الدول ضروري. يعني البلاصه فين كتقدر الكوافوره المنتجات ديالها تما فين كيتباعوا سميتو. بالنسبه للناس اللي ساكنين في إيلي خيدو البنات، راه التين ده اللي كاينه في كاينه وحده في إيلي خيدو، راه هو اللي كناخد عندهم هاد المنتجات هادو ديال الكوافور، وهذا هو اللي كيستعملوا في الصالونات باش يصبغوا لك الحجبان ديالك. دابا غادي ندوزو البنات نهضروا على اخر منتج. اخر منتج هو اللصقه ديال الشفار. اللصقه ديال الشفار اللي انا جربت، يعني جربت بزاف، كاينين شي انواع شنقول لكم، مين كديرهم الرموش كيضربهم البرد كيطيحوا ولا كيتحلوا، يعني واش شنقول لك خايبين. ولكن انا من داك النوع اللي ما كيعجبنيش ندير الرموش، يعني انا غير خديتها وحطيتها عندي، يعني ما تعرفيش شي نهار تحتاجيها، يعني تكوني غادي شي حفله ولا بغيتي داك النهار تجربي الرموش وصافي. ولكن انا حاليا ما عنديش انا الرموش في الدار، ما تلقايش انا عندي رموش، ما كنستعملهمش. ولكن كما قلت لكم ضروري تكون عندكم لصقه، ولا كاين الناس اللي كيعجبهم يديروا الرموش في الماكياج. انا غنوري لكم احسن لصقه اللي خديت في بريمو. كما قلت لكم انا جربت بزاف ديال اللصقات والاشكال والانواع ما عجبونيش بزاف. اللي عجبتني البنات هذه اللي سميتها بدوم، كما كتشوفوا هي هذه، غنوريها لكم عن قرب. هذه البنات هي زوينه بزاف، راه كتجيب شي 20 اورو قل فريمور. ولكن بالنسبه للناس اللي غايقولوا لي راه هاد الماركه هذه راه كيجيو فيها بزاف، كاين بريمار كاينه في الازرق وكاينه في الابيض وكاينه يعني سميتو، نقول لكم باللي انا قبل ما نشريها شفت الفرق بينهم بثلاثه، يعني نفس الماركه علاش هادوك رخيصين وهذه غاليه. خرج ليا باللي هادوك اللي رخاص، يعني نفس الماركه رخاص، اولا بيضه فاش كديري هنايا كيبان لك داكشي بحال العمش، يعني داك اللصقه هنا كتبان بيضه خايف داكشي معيق. ثاني حاجه كتجي على شكل بوماده انت اللي كتعصريها بحال هكا، ما كيعجبنيش هذا بالنوع. ثالث حاجه فيها بزاف ديال الحاجات ما داكشي لا رخيصه، وهذه نفس الماركه وغاليه. اولا كحله، ثانيا هي بينو، دايره بحال بينو في نفس الوقت، بينو صباغه يعني سوداء بينو، وفي نفس الوقت لصقه. وثالث حاجه هو كتلصق مزيان. المهم هذه يعني الا درتيها ودرتي الرموش راه ما كيبانش داكشي بحال معمش لك من الفوق. هذه كحله والشكل ديالها داير البنات بحال البينو، كما كتشوفوا ها هو بحال البينو، يعني ما تاخذوش مشكله. هذه تقدر ديرها، يقدروا يديروها الناس المبتدئين والناس اللي عارفين يلصقوا الرموش. كما كتشوفوا راه يعني كتشديها غير بحال هكا بحال البينو، كديريها هكا في الرموش ديال وكتسني شويه وكتلصقي الرموش صافي. وسميتو انا كاع لا كاع قلنا شي نهار لصقت الرموش، ولكن ماشي بزاف قليل بزاف. شنو كندير؟ ما كيعجبنيش ندير داك الرموش من هنا حتى لهنا، لا كيعجبني نقسمه على النص وندير غير من الاخر من هنايا، اما من هنا لهنا ما كيعجبونيش انا، كيبان داكشي ارتيفيسيال وداكشي من الاحسن يعني الطبيعه، ما كاينلاش بقيت لصقت ما في الرموش. انا من الاحسن ندير الريسي من ما نديرش الرموش. علاش؟ فاش كنديرهم كنحس داكشي يعني بحال تقالين بزاف، ما كتقدري لا تحلي ولا ترمشي ولا ما كنرتاحش. انا ما كنرتاحش في الرموش، جربتهم ولكن ما كنرتاحش فيهم. المهم كما قلت لكم هذا بالنسبه للناس اللي باغيه في بريمور، تقدروا تشوفوهم في بلاصه اخرى واش عندكم. راه هذه الماركه هذه عالميه، هذه الماركه معروفه في جميع الدول، يعني ماشي غير اسبانيا، يعني واحد الماركه اللي معروفه في جميع الدول، يعني تلقاوها مصنوعه في جميع الدول. وهذه البنات راه واحد الماركه مصنوعه في لوس انجلوس ولا لوس انجلوس الامريكان. المهم داكشي اللي قلت لكم ما غاديش تاخذوا مشكل، يعني حيت الماركه هذه معروفه عالميا. باش ما قلت لكم هذا هو، سمحوا لي الا شفتوه بحال هكا، علاش؟ حيت بقيت كنصور لكم ويكمل لي الباتري ديال الكاميرا، داكشي اللي صورت لكم هذا الاخير غير بالتليفون. المهم البنات نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش اللايكات، وشكرا بزاف، تنورو ان شاء الله. في السلامه.